يسعدني أن أكون المشرف على هذا المشروع اللي قاموا أو نفذوا طلبة كلية الهندسة في جامعة صحار من طلبة الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية. الحقيقة هذا المشروع ممول من قبل هيئة البحث العلمي، وقد فاز الطلاب بموجبه بجائزة الوطنية للبحث العلمي في قطاع الصناعة. المشروع يضم تطوير بناء تصميم وتطوير وصناعة ماكينة بكافة تفاصيلها. قمنا بعمل هذه الآلة باعتبار أنها هي اندماج من بين الكهرباء والميكانيك والميكاترونكس. هذه المكونات أيضا نذكر بعد الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر بعد معاهم، هي عبارة عن توطين للأجهزة الكمبيوتر مع أجهزة الكهرباء اللي هي عندنا هنا الموتورات، زين عندنا في الأسلاك الكهربائية، عندنا اللي هي السيجنال اللي هو الديجيتال اللي هو نتحكم فيه عن طريق الكنترولر، عندنا هنا فنقدر بهذا البرنامج اللي هو الماك 3 زين ان نوطن بين الواقع لحركه الاكسس زين وبين الكمبيوتر. فنحن نعطي امر عن طريق هذا البرنامج، نبرمجه، نكتب بلغه الجي كود، فنقدر ان نحرك الاكسس سواء يمين او يسار اللي هو عن طريق 3 اكسس. وهذا الكنترول في التطوير القادم ان شاء الله راح يكون قادر على انه يشتغل على 4 اكسس. فعندنا وفي نفس الشيء الجهاز اللي هو سبندل درايفر اللي هو اللي يتحكم بسبندل موتور اللي هو او يسمى الحفار، نفس الشيء يقوم اللي هو يحفر، نقدر نحسب سرعته، نقدر نحسب الفريكوانسي، نفس الشيء نقدر نحسب مجموعه اللي هي الكرنت اللي مر عليه والفولتج، و وبعد نفس الحالة نقدر نعرف مثلا سرعات اللي هو الموتور كيف نتحكم فيهن عن طريق نفس الشيء هذا اللي يظهر هنا معنا الأربع الخانات هنا، نقدر نتحكم بالموتور نفس الشيء بسرعته والبوزيشن مال الموقع وكذا يعني. تم تصميم البوكس بحيث انه يوفر مبدا السلامه وفي نفس الوقت يوفر الرؤيه، وكذلك بامكان الشخص يصل الى القطعه اللي داخل باسهل طريقه. هذه القطعه من هنا نقدر نصل بحيث انه نقدر نغطي البوكس كامل، نغطي الماكينه وفي نفس الوقت نوفر مبدا الامن والسلامه. هو عبارة عن 3 اكسس متعامدات، ولازم هال 3 اكسس يكون في عندنا عموديات وعندنا متوازيات، هالمتوازي وهذا العمود، ولازم تكون بدقة 100% في المحاور هذه الثلاثة، تكون متعامدات على البليت اللي عندنا تحت. هو يتحرك 3 جهات الى الامام فوق وتحت، هذه اللي لازم تكون متوازيات. ها عندنا هنا الليد سكروب والجايدرات، الجايدرات فيهن بيرنج عشان نسبة الحركة اللي بينهن تكون دقتهن 100%. ويزيدني فخر بأن نفس الطلبة نجحوا في الحصول على تمويل إضافي لتطوير هذه الماكينة بما يجعلها تعمل ب4 احداثيات في آن واحد. هذا التوطين هو أساس كافة المصانع
ما نذهب إلى مصنع ذاتي إلا ونرى مثل هذه المكائن. إذن هذه هي المكائن التي نتحدث عنها، هي قمة التكنولوجيا التي لم يعجز عنها العقل العماني في صناعته.